بل زنوب على الوش كفير بيتاني همي ونادل الموازين نوصل كلامنا بالصلاة الزين نوصل كلامنا بالصلاة الزين وأعوذ بالله من اللي أبو الشين فرق بينا مكتوبة بسمينا ديون فرق بينا مكتوبة بسمينا داين تدان يا ابن آدم والكل رد أوان حتما حتمول جزاءك بكير الحين سيان داين تدان يا ابن آدم والكل رد كلامنا بالصلاة الزين نوصل كلامنا بالصلاة الزين وأعوذ بالله من اللي أبو الشين ينفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا ينفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب بحبايبنا بقعدينا آخر مطفنا تراب والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب آخر مطف مطرى ولا جايب همها كلتنا ماشيين نختم كلامنا بالصلاة الزين نختم كلامنا بالصلاة الزين المطلوب وصل وعم صبر بيقول كله تمام ده دين في رقبتي يا حسان وحسددهولك دين يا راجل ده انت كلك فلوس بس هي تعدي على خير وبعد كده شوف انا هعمل معاك ايه ايوه تعدي على خير كل ما بحس ان حبقى صوره من عم صابر عقلي بيفط مني ما كنتش فاكر ان حندم بالسرعه دي الله يخرب بيت الطار وسنينه صباح الخير يا انشراح اهلا يا حاج صباح النور سن رايحة فين؟ رايحة اعمل لك القهوة لا خليك انا مش عايز قهوة انا كنت عايز استسمحك في حاجة كده تستسمحني انا؟ ده انت كلمتك فوق راسنا يا حاج انا يعني كنت عاوز اعمل فرح وجدي فرح كبير تتحاكى عنه الناس طبل وزمر وزينه
انت عارفة معزة وجدي عندي، بس خايف لا تزعلي. عشان المرحوم سيف أخوي؟ أيوة انشراح. سيف أخوي وجدي كمان أخوي، ومش عشان أنا زعلانة، أزعله هو كمان. اتكل على الله يا حاج وفرحه وافرحوا معاه. بس أنا كمان ليا عندك طلب. خير يا انشراح؟ عايزاك تروح تزور صلاح، نفسه عز عليه قوي وزعلان من قلة زيارتك ليه. من غير ما تقولي أنا كنت رايح له، أنا عارف إن كنت مقصر معاه، بس انت عارف الظروف كانت ملخبطه. ايه تحب اقول له حاجه؟ سلم لي عليه كتير وقول له الزياره الجايه ان شاء الله هكون عنده. اخيرا يا ابوي، افتكرت ان ليك ضل محبوس. صح، انا اتشغلت عنك شويه لكن ما قصرتش معاك، والدليل انك خدت حب أخف من أي حكم ممكن يتحكم بيه في ظروف دي. كنت أبوي طلبت من انشراح. مش هديك فلوس. عايز فلوس تعمل بيها إيه؟ مش كفاية إنك هزيت مركزي وخربطت لي كل حاجة؟ ماشي، نشوف بعد كده. هجيلك على طول. البرجلة اللي حصلت لي بسببك قدرت اخلص منها. تفكر انهم بيعملوك هنا حلو عشان خاطر سواد عيونك؟ شركة ايه يا نهر اللي بتعملوها دي؟ انت مش قلت لي ان شوية كده واكيد راجع تاني؟ انا راجع يا رحاب. الشركة ان شاء الله حاسبها لاحمد، بس يعني المسألة مسألة وقت مش اكتر. تحب تتعشى ايه يا انور مع صينية البطاطس؟ تعيش يا حاج، ما فيش داعي للعشاء، انا لازم امشي. لا اكده، الوقت اتأخر، بيت مع اسلام احسن. امك قالت بلاش ترجع متاخر. خليها على الله، ما انا جاي بالعربيه. هو انا جاي ماشي يا سيدي، ما تغلسش عاد. بيت الليله دي مع اسلام، وبعد كده ابقى امشي وقت ما انت عاوز. بقول لك ايه، خليك مبيت معانا النهارده واسمع الكلام، وقوم بينا امال نلعبوا لنا 10 طاوله. خلي الله تحلو يا انور. بقول لك ايه يا اسطى، حط فرعين هنا وحط 5 فروع فوق البيت، وبره البيت حط لك 15 فرع كمان، ويعلق النور على مداخل البلد يا ازهار. ومخارج البلد يا حاجة. ايوة يا اسا، خلي النور يلالي، خلي ليل البلد يبقى دهر. ايوة يا فواز، مزازيك وطبل وزمر على كيفك. بقولك يا حاج، ما تنساش الخيل والغزية كمان. والخيل يا فواز، اسمع، أنا عايزة ليلة يتحاكى بيها الصعيد كله. الله يبارك فيك. والله وجدي دخل لنا الفرح من تاني. الله أكبر. لا 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 لا. لو كان صلاح موجود كمان. الجسمك دي يا حاجة، خايفة لا يزعل لو عرف إن إحنا عملنا فرح وهو في السجن. يزعل ليه؟ عادي حاجة، هو لو كان هناك كان عمل كده وأكتر كمان. بعدين ده اخوه لازم نفرحوا بيه يا حاجه، ربنا يخلولك ويطلعولك بالسلامه. ايوه كان هيعمل. خلاص يبقى احنا نعمل مكان الشربات يا رجاله، ومناسبه فرح سواجدي ربنا يتمله على خير. بتوزع بنفسك يا ماويس؟ فرحان كان ولدي هو اللي هيتجوز. كل البلد فرحانه عشان وجدي. الناس تفرح للطيب، ما هي الاخلاق مش ببلاش. عندك حق. سامع يا شوقي؟ ايه بتلكح عليا ليه؟ طب داني ما عنديش الا الاخلاق. الف مبروك يا رجاله، الف مبروك. ايه هيفتحوا شبكه المحمول الثالثه. وملك فرحان كده؟ انت عبيط قد. واحنا هنعمل ايه بالمحمول؟ كنا رجاله اعمال ولا ايه؟ ايه الحكايه دي؟ هم رجال اعمال بس اللي معاهم المحمول؟ دي العيال في المدارس بقيت شايلاه. اهو دي اللي بيقولوا عليها خبت الامل ركبه الجمل، وبيقولوا كمان فجر وعنتظر. ايوه الموظف من دول يبقى كحيان، ما حلتوش اللضه وشايل محمول في يده، ومرته كمان شايله محمول عشان يكلموا بعض.
يكلموا بعض الخير في اسعار البترول. السلام عليكم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه يا حميده رايح فين المره دي؟ رايح الغردقه. او تعمل ايه في الغردقه؟ عشيل زلط. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. واد مكافح بصحيح. ازاي ناس يا عويس؟ تقصدنا انا؟ انا بصيت لك. ايوه يبقى مقصودك. I love you.
عليا. خير يا دكتور؟ ربنا معانا يا ستي. ربنا مع الجميع. يعني ايه الاخبار؟ مسألة وقت بعد اذنك. وقت؟ تفضل يا دكتور من انت يا وليه؟ وايه اللي مدخلك هنا؟ صلاح. اما ازيك يا ام صلاح؟ الحمد لله على السلامه يا ولدي.
سلمت على اخوك وجدي؟ لا يا ام، انا ما احتاج لك. حزينك يا ام، رد عليك. حزينك من الله وانا لا يرجعون. رد يا ام عليك. ليه دي يا ام؟ ليه حسابي معاكي بعدين أزهر؟ أنا مش عارفة ليه كده معديني. شنو انت سبب الخراب ده كله؟ معلش مش وقت الكلام دلوقتي، بعدين هتعرف انك ظلمتني. بس لازم تهرب لان كل الستات هيخشوا هنا دلوقتي. الحاجة زينة تعيش انت. الحمد لله، الله يرحمك يا حاجة زينة. في البداية الضغط أدى الغلطة واحنا حاولنا نتوبها، لكن للأسف حصل نزيف حاد في المخ. يعني يا دكتور طمنا، عاد هيعيش. لكن ايه يا دكتور؟ مش هيرجع زي زمان، هيقضي بقية عمره مشلول ونطقه هيبقى تقيل. ربنا معاه ومعاه. شاكرين يا مراري. خلصنا من ذل السجن، جينا لذل الجبل. خرط الوكل ده كله وجهز بسرعة عشان سيدك همام جعان. سيدي عيني على الأصيل لما يقول للواط يا سيدي. بتبرطن بتقول حاجة هاد؟ ما بقولش ما بقولش يا معلم وهدان. اخص عليك يا دنيا اخص. صباح الخير يا همام. صباح الفل يا وهدان. بقول لك ايه يا همام؟ قول. هو صلاح يعرف ان ابوه كان الكبير بتاعنا ولا انا وانت بس والمعلم فواز اللي عارفين؟ اظن يا همام لو قلت لاي واحد في البلد دي ان الحاج حسنين الرجل التاجي ده يبقى اكبر تاجر مخدرات يقولوا عليك مجنون. بلاش رغي في الموضوع ده، الراجل يسمعنا. من دي اللي اكبر تاجر مخدرات؟ ابا هقولها تاني، من دي اللي اكبر تاجر مخدرات؟ بالراحة يا سي صلاح، أنا هفهمك على كل حاجة. هتفهمني ولا فاهمك؟ وتريك من أول ما شفتني وأنت قاعد تقول لي يا كبير يا ولد الكبير. مبسوط يا وهدان؟ ما أنا كنت عارف منين إن نومك خفيف زي نوم الديابة. إيه؟ هو اللي نام عنديكم ميت ولا إيه؟ ما اللي يعشركم لازم ينام نوم الديابة. اتكلم وخلص. اسمعني يا صلاح، وهدان قصده يقول لك. مش عاوز أسمع، عاوز افهم كل حاجة. فزي ما تكونوا خبطتوني على راسي برزبة. هتفهم كل حاجة، بس قل لي حسان يهمك ولا نخلصه عليه؟ في خصومة بيني وبينه، خليه لما فوق له. احنا بس عاوزينك تهدى يا صلاح، والكلام هيجيب بعضه. لا يجيب ولا يودي. اسمعوني كويس، مين ده
الأكبر تاجر مخدرات في البلد. أه؟ حسان هرب؟ أوه، مالك اتخلعت كده ليه؟ لا أبداً يا حاج، ما فيش. بتقول هو وصلاح؟ أيوه. غريبة، إيه اللي لم الشامع المغربي؟ حيكون إيه غير السجن؟ المهم دلوقت حسان ممكن يتصل بيكم لأي سبب، اوعوا تدولوا وش. الحكومة قلب الدنيا عليهم هم التنين. لا، واحنا حنورط نفسنا ليه؟ الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. هاديني قلت لكم، سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك ابوي؟ اختك جات ولا لسه؟ سافرت من بره بره، خدت ولادها وطلعت من المستشفى على مصر عدو. طب مش كنت تروح معاها؟ عرضت عليها ابوي وما رضيتش. الله يكون في عونها ويقدرها على المصيبه اللي اتبلد بيها. الله يرحمك يا حاجة، كانت طيبة بنت حلال، عمري ما سمعت منها لعيبة. أظهر بنتي كانت تملي تقول بتعاملني كيف بنتها. بقول لك ايه، انت ما سافرتيش ليه مع أظهر؟ انا مسافرة لها بكرة. يقولوا ان صلاح هرب من السجن. هرب؟ ايوه ياما، وطي صوتك لحد يسمعك. مين قالك؟ المخفيه ازهار هي اللي قالتلي، بس انا قلت لها ليه ما جاش يشوفني. قالتلي البوليس طب عليه هرب من الشباك. الله يرحمك يا حاجه زينه. شاي تاخد ايه؟ ايه؟ فواز كلمته واللي جاي. ها جي. صباح الخير يا حاج. صباح النور، اهلا وسهلا. ازيك النهارده؟ حاضر، اتفضل. شكرا، تسلم ايديك. تسلم. نعم يا حاج. شهر عقاري. شهر العقاري؟ حاضر، بكرة أجيب لك موظف في الشهر العقاري. لا لا، النهاردة. النهاردة؟ حاضر. وعاوز الشهر العقاري في إيه؟ عاوز الشهر العقاري في إيه يا حاج؟ تو 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 كيف؟ كيف؟ أبوه يلف الكار ده؟ معقول؟ ده أول ما عرف إني بتاع سلاح قال لي، قال لي كيف يا صلاح؟ وخدني بالقلم على وشي. سلاح يا صلاح، سلاح. ده ابوك عمره ما عمل حاجه حرام. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كيف عدل حيشط مني يا ناس؟ انا كنت ماسك لساني بس هلفتت وحدان خلتني اقول. لا تقول لي ولا اقول لك، ده كلام ولا في الاحلام يا ناس. ما
طب ليه؟ ليه ما قلت ليش يا همام؟ في كلام لما نقوله بيعمل مشاكل. لا تقول لي ولا أقول لك. خلاص. لما الخبطة في الراس تيجي من أبوك تبقى خلصت. خلصت. ربنا يشفيك يا حاج. تفضل. شكرا. الحاجة ست أزهار كتب لك توكيل عام شامل بكل أملاكه، بموجبه تقدري تتصرفي في أملاكه بيع وشراء ليكي وللغير، وكمان تقدري تتصرفي في الأموال السائلة في كل البنوك. كتر خيرك. حسنين، ليه عملت كده؟ ما عاوزاش انا الموضوع ده. التوكيل هيكون جاهز بكره، تحب الحاجه تيجي تاخده من عندنا من المأمورية ولا اجيبه لحضرتك هنا بنفسي؟ لا يا ريت حضرتك تجيبه لنا، واحنا ملناش بركه الا انت. تحت امرك يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. ميرسي قوي. يا ترى الكونتينر بتاعي وصل ولا لسه؟ يعني تقريبا في حدود شهر. ياه الشهر ده كتير قوي، انا مش هقدر استنى كل ده. ممكن اقل شويه، اصل ده اول كونتينر يوصل لنا، عشان كده انا بدي نفسي مهله، يعني مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. وبرافو عليك قوي على فكره انك قررت تشتغل في الحريم. نعم قصدي في الملابس الحريمي والاكسسوار يعني. والاستاذ قال حريمي برضو؟ مش فاهم. قصدي يعني بتشتغل برضو في الملابس الحريمي؟ ايوه مظبوط. اصلي شايفاك ساكت كده ما نطقتش ولا كلمه، انت في حد مزعلك ولا ايه؟ لا بالعكس، بس انا اصلي شايف ان الاستاذ احمد قايم بالواجب، مش هنبقى احنا الاثنين. اي خدمه يا ست ازهار. كتر خيرك، بس كنت عايز اتكلم معاك كلمتين. انا تحت امرك. الحقيقه انا كمان كنت عاوز اتكلم معاكي، بس يعني لقيت الظروف ما تسمحش فقلت اجلها، لكن مدام حضرتك هتتكلمي انا تحت امرك نتكلم. اتفضل. اتفضلي. اتفضلي. اتفضل اتكلم انا سامعاك. الباشا ماله الراجل ده؟ عاوز ايه؟ بيسأل يعني هنشتغل امتى؟ هي الناس دي ايه؟ ما عندهاش دم؟ مش مقدرين الظروف اللي انا فيها ولا ايه؟ الناس دي ما تعرفش غير المصلحة وبس يا ست أزهار. على فكرة هو كان عاوز يكلمك بنفسه. انا لا عايز اكلمه ولا اشوف خلقته من اصله. وطالما فتحت الموضوع ده كسرت عليا الطريق. عايز اسألك سؤال، يمكن سألتك السؤال ده قبل كده. اتفضلي. انت راضي على الشغلانه اللي بتشتغلها دي؟ الحقيقه مش مساله راضي او مش راضي، حكايه ان انا جواها فعلا. شيل ده من ده، يرتاح ده عن ده، وتطلع انت بره الموضوع. يا ريت ينفع. معناك ده انك مش موافق على الشغلانه دي؟ ما انا قلت لك انا جواها. وانا قلت لك اطلع براها. صعب يا ست ازهار، مش صعب بس مستحيل. ليه مستحيل؟ عادي يا فواز، ما انا هيبقى يد على يدك. كلامك غالي عليا قوي، يا ريت تكوني معايا ونعيني. مالك يا فواز سرحان ولا ايه؟ ما أنا كمان عايزة اللي يقف جنبي ويقويني ويساعدني على الظروف اللي أنا فيها دي. لو كان ينفع كنت وقفت جنبك بكل قوتي، لكن احنا لو حاولنا نبطل هنفتح على نفسنا أبواب جهنم، خصوصا دلوقتي. مش معنى دلوقتي؟ لأن الباشا عنده إحساس إنك أنت هتعملي كده. بلاش بلاش تفتحي علينا وعلى نفسك طاقم النار هتحرق كل اللي يقف قصادها. بلاش عشان خاطري.
أنا مش خايف منه، أنا خايف عليك، لأني عارف هما يقدروا يعملوا إيه. قلت إيه يا حمدية؟ موافقة ترجعي بيتك ولا لا؟ موافقة. وأنت يا رشاد تعامل مرتك معاملة زينة، فاهم ولا لا؟ في عناية يا أبوي، وحمدية عارفك ده زين. تسلم لي عينيك يا أبو علي. يعني روح أجيب المأذون؟ لا لا يا عم الله يخليك، مهلة يوم بس ولا اتنين عشان يعني تجهز حالي. عروسة عادي يا حمدي وعايزة تجهز نفسها. من حقها يا سيدي. يعني انت عايز حتة سلاح؟ هات حتة دلوقتي وبعد كده هغرقك في السلاح. حاضر يا غالي، غالي والطلب رخيص. انا كمان عايز حتة سلاح، هسقط على اخويا في اخر الليل واجيب منه فلوس وهدفع بدل الطاق 10. يا رب يا رب خلصني من اللي انا فيه. يا رب انت قادر على كل شيء يا كريم. ام انور. نعم شربت ولدي. مال ولدك يا شباط؟ ولدي مش ملاحق على طلبات عياله ومرته عامله له مشكله، عايزه دش زي اللي فوق في السطح. عايزه طبق ودش؟ تقول لها لا على قد الحاف ويمد رجليه. ما يقدرش. ما يقدرش ليه عاد؟ بيحبها ومش عايزه خراب. حدش مرتاح يا شربات. تسلفيني 500 جنيه ينوبك ثواب. اقول لك ايه، اذا النهارده اديت لولدك 500 جنيه الدنيا ما تقماش لحد، بكره مين يديله؟ ربنا يتولاه عاد، ربنا يتولانا كلنا. حاضر عينيا التنين يا شربات. خصميهم مني كل شهر حاجه. عيب عليكي الكلام الماسخ بتاعها من خشبك ده. روح روح من كوبايتين شاي. معاذ الله يا حبيبتي. حدش في الدنيا دي عاجبه حاله. بتقولي كلمك؟ ايوه ياما كلمني. انا كنت حاسه انه حيكلمني عشان كده ما كنتش بفارق المحمول. وهو عامل ايه؟ بيقول انه كويس وهينتهز اول فرصه ويجي عشان يشوفني. اللي عمله ده غلط يا انشراح، كان ايه لازمته يهرب من السجن بس؟ صح ولا غلط يا ما عاد، المهم انه يجي ويشوفني واطمن عليه. فيش حد غير هنا؟ ايوه. هو فين؟
هوديك ليه؟ بس سيد قال عليك النبي بسرعة لحسن تفوز زمان وجاي ومنور كمان. خلصي دخليني بسرعة ومش هتأخر. صلاة وحشني قوي قوي أبوي. وانت كمان عامل ايه يا أبوي؟ طمني عليك. زي ما انت شايف ان شاء الله حتقوم حتقوم هتبقى زي الفل. جيت هنا كيف يا صلاة؟ انشراحها جابت لي العنوان من شربات. عرفت لي يا صلاة؟ كان لازم اقابلك يا ابوي. انا واخد على خاطري منك قوي قوي. ليه؟ معقول يا ابوي تبقى الراجل الكبير بتاع تجار الكيف ولا معرفش؟ ده انا ولدك يا ابوي. كيف ليه؟ تجننت ولا ايه؟ ما تنكرش يا ابوي دي الحقيقه. لا لساك برضه هتخبي علي؟ لا يا ابوي انا كده ما حصلتش واحد من رجالتك فواز وهمام وهدان. لا صلاة انت عندي احسن منهم كلهم. خلاص يا ابوي عاوزك تقول لي على كل حاجه. ثروتك فلوسك في البنك فين؟ ارضك فين ورقها؟ وبعدين يا ابوي عاوزك تعمل توكيل لانشراح ازهار. عملت لها توكيل يا ابوي؟ ليه يا ابوي؟ ليه تديها فرصه تاخد كل حاجه وعيالها؟ الحق يا ولدي الحق فوز جه تحتي حاج فوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فواز؟ ازيك يا ام انور؟ تعالي شوف الحاج. ماله الحاج؟ مش عاوز يجي يسافر معانا؟ هو انتم مسافرين؟ والنبي خدوني معاكم المرة دي بيت. جننتي ولا ايه؟ كانك صغير ولا ايه؟ قالالك قبل كده ان احنا بنسافر شغل ما ينفعش تيجي معانا. سمعتش كلام ليه؟ خليكي بس لما نرجع وانا هفسحك فسحه 100%. اعتبر ده وعد. وعد. اطلع بيت اطلع على اوضتك. ايه يا حسنين ليه مش عايز تسافر معايا؟ مش هقدر اسافر من غيرك واقل تتفسح وتشم هوا. قلت ايه؟ السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله العملية تمت. الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك. سلمها لله وبعدها والله نصيب ومتقدر ربك مسير ويوسع ولا حد عارف كيف
الشارع.